جالس في القهوه واحد شويه واحد الدرب والدرب قال له واحد الراجل مسكين ضرباتو طوموبيل قال لك ضرباتو ضربه خايبه الا كان سي بوسيبل تمشيو معنا باش نمشيو ورا داك الطوموبيله باغي يهرب الا كانت تمشيو معايا باش نوقفو داك الطوموبيله راه كره باغي يهرب ربي ليا الدراري ملي مشينا حنا فعلا حنا ما تصعبوش داك الدري والدرب مشينا حنا فعلا وقفنا لقينا الطوموبيله بوزيسيون انتيردي لقينا جمالين الطوموبيله مشينا تنقلبوا تلقاو داك الدري والدرب مقلوب داير على وجهه ناس جدري قال لي نقلبوا ما نقلبوا قلت لي قلبوا ما ربنا تكون باقى فيه شويه الحياه ولك قلبوا قاسوا هنايا قال لي وي فعلا باقي عايش تنقلبوا تلقاو الدربنا خويا انا كنت جاي من لافاك ترى كنت معاك دابا وكنت راعد والله علاش كتجي تقها في التراوس كنت جاي من لافاك وقف حدا الدرب مع الدراري مشي كتجيب لي واحد الطوموبيل جي انتيردي وشاكي من هنا جي باغي يقطع الشانطي مع هذيك اللعيبه مسكين كتلقى ضرباتو الطوموبيل دارج المراج في السماء طاح وتا الطوموبيل بالجي جي بواحد السرعه وفي الطريق اللي جايه باجي مركب البيان. السلام عليكم، انا الاخ ديال شاكي ابراهيمات اللي وقعت ليه الحادثه نهار 3 في شهر 1 مساء حوالي ديك 5:30 ديال العشيه. انا اتصلت بيا الاخت ديالي، انا كنت في سيدي معروف، اتصلت بيا الاخت ديالي علمتني على الحادثه ولحقت بالاخ ديالي الموريزو. المهم بقينا معاه تما كينات، داروا ليه سكانير، درنا ليه هذا الضربه عنده خايبه في الراس، تدخلناه للانعاش، دخلناه للانعاش. اليومين هذا اللي تنهضر معكم فيه راه باقي غيبوبه، يعني ما فاقش من الغيبوبه. تنسولوا الدكاتره ديجا هذه شي 3 ايام ولا 4 ايام كان وقع لي انفيكسيون في لي بومو ديالو، ودابا يلاه الدار كل موقف ولات الحاله قال لكم مستقره. وبحسب منين جيت للدار هنايا انا ما حضرتش على الحادثه، ولكن كانوا ولاد الدرب هنايا اللي حاضرين عليها ومساعدين تيدليو بالشهاده ديالهم بان الاخ ديالي الطريق اللي حدا الدار ديالنا تدي وتتجيب، قطع الشارع، جاي واحد بالسياره ديالته البي ام الكحله جايب واحد السرعه جنونيه في لوسونس انتيردي باش ضرب خويا. يعني انا بكثره ما تيعاودوا لي الدراري ما تقدرش تستحمل ولا تسمع حتى تكمل القصه، لان السيد قال لك انا واش هزيت عيني في السماء تنشوف انا شكون هذاك اللي طالع السماء، واش كارطونه ولا شنو. يعني ضرب باش ضربو، يعني ماشي هذيك باش جاي تقول 60 ولا يعني اكثر من تيقول لك شي كلمه تيقول لك 80 باش جاي. علاش هو جاي بديك السرعه؟ باغي باش يسبق، لان الطريق كانت قفل الفوق والطوموبيلات وحده ورا وحده، هو بغى يضرب لهم كاملين باش يجي في الراس باش ما يتلقاش مع الطوموبيل اللي جاي انتيردي. وديك الوقيته فاش ضرب الاخ ديالي تما كينات هذا اللي ضربو راه سفاح قتال ديال الشانطي عائلته، ولا هو ما داروا حتى شي مبادره نهائيا، محسبوش هذاك واش اخ في الاسلام، ماشي تصرف ديال بني ادمين، تاع عائلته بحالو. ملي مشينا للكوميسارية باين لينا التلاعب، كاين تلاعب، وكيقول لك عنده خالو هو اللي محمي فيه، واش اللي عنده خالو في المخزن عنده الحق، واللي ما عندوش يتكب عليه الماء. قتال سفاح حقير. الخال ديالو كيستغل المنصب. شنو المطالب ديالكم دابا؟ ها يعني حق خويا، نصفنا القانون وحق خويا، بغينا حق خويا، بغينا يبان يتعاقب وبغينا العقاب، وتا العائله ديالته ما دارت حتى شي مبادره، ما جاوش، ما عبروناش نهائيا. الله ينصر لنا سيدنا، عطينا الحقوق ولكن القانون ما عطينا والو، فيه تلاعب، حنا راه كنموتوا عرق بعرق. خويا طاح دخل في غيبوبه من النهار الاول، ها هو باقي في غيبوبه الان. السلام عليكم، انا الاخت ديال شاكي ابراهيمات اللي وقعت له حادثه نهار 3 في الشهر 1، وكان ضحيه ديال حادثه السير اللي ارتكبها واحد الولد في الشارع ديال احمد صباغ. كان جايب واحد السرعه فائقه وخرج انتيردي في الطريق،
وخويا كان جاي قاطع وضربه وحاول الفرار بالسياره ديالو، ولكن الدراري ديال الدرب ديالنا وقفوه وخلى الطوموبيل وهرب. خويا في واحد الحاله يرسلها مديناه للطبيب مغيب ما واعيش، وباقي لحد الساعه مغيب في السبيطار ما عارفينش الحاله ديالو كي دايره، يعني حاله خطيره. تيقول لك الاطباء راه باقي الحاله كما هي، كيف ما دخلت النهار الاول مازال ما فاق ما تحرك ما والو. وسيد اللي ضربو دخل ليه شي واحد كيدعي على اللسان ديالو، قال بانه خاله، ما اعتقلوش، ما تاخذوا ضده حتى شي اجراء ليومنا هذا. وحنايا باقين ما جا عنده حتى واحد، ما سول فيه حتى شي واحد. والسيد راه كان انتردي، وحنا منين مشينا طلبنا الحق ديالنا في الكوميساريه ما بغاوش يستمعوا لنا الشهود، وما قيدوش لنا في المحضر بان السيد كان مخالف للقانون، كان في انتردي فاش ضرب خويا. ما عرفناش الدوسي اللي دايرين حنا للدري، ما عرفناش اشنو حاطين فيه، شنو كاتبين فيه، ما عرفناش شنو كاين. قال ديالو كان واسطه في هادشي حتى هو يتعاقب، هو اول المعاقبين، باش مره اخرى تكون عبره للناس. اي واحد عنده سلطه ولا عنده منصب ماشي راه يدير بحال ولده بحال ولاد الناس، مادام ديك المنصب ولا في السلطه الا باش يخدم المواطن، ماشي يخدم عائلته وحبابه ووحدين اخرين يتلاحوا لبرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.